بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم بطاطا، ده كيلو وربع بطاطا، وحطينا عليه كوبايه ميه، كوبايه واحده بس، وهحط عليه حب السكر كده، رشهم كده عليه من فوق كده زي ما انتم شايفين كده، وهحط على البوتاجاز وهولع عليه وهوطى عليه كده واسيبه يستوي كده مع نفسه. النهارده ان شاء الله هنعمل تحليه البطاطا، هنعمل بطاطا معاكم ان شاء الله كده حلوه بالكاستر. ماشي، هنا ولعت البوتاجاز وهحط عليه الحله زي ما انتم شايفين كده. بركه ربنا سبحانه وتعالى، بركه صلاه النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. احط تاني شويه، نص كوبايه الميه تاني، لان لقيت البطاطا ناشفه زي ما انتم شايفين كده، البطاطا لقيتها ناشفه، فحطيت نص كوبايه ميه ايه تاني. هنا ولعت البوتاجاز واحط الكاستر، دوبته، حطيت كوبايه سكر، كوبايه واحده كوباية سكر واحدة، وده لبن، ده ربع كيلو لبن حطيته على الكاستر، سكر واحدة من خلفها. هي اللقطة ما جاتش ان انا بحط السكر، حطيت خمس كوبايات مية بالكوباية اللي انتوا شفتوها دي، وخمس كوبايات مية وكوباية سكر وربع كيلو لبن، برضو يجيله كوباية من الكوباية اللي انتوا شفتوها دي، المج اللي انتوا شفتوه ده زي ما انتوا شايفين كده. عملنا النهاردة ان شاء الله كده تحلية ايه البطاطا ان شاء الله. هنا ده الكاستر دوبته بالسكر واللبن، وهنا قشرت البطاطا بعد ما استوت زي ما انتوا شايفين، قطعها كده بالسكينة، هبصوا كده كده، قطعها كده ايه على اربعة كده، اربع قطع كده زي ما انتوا شايفين، قطعها كده وهعبيها بقى في الاطباق، هقطع كله وهعبي بقى كله في الاطباق زي ما انتم شايفين كده. بركه ربنا سبحانه وتعالى، بركه صلاه النبي. ما تنسوش يا جماعه اللي تشحنينا ينورنا باللايك والاشتراك، وربنا على صلاح الحلين ولكم وللجميع. عبيت كله الاطباق كلها، حطيت كلها ايه فيها، قطعت فيها البطاطا وحطيتها فيها. هنا بقى الكاستر اهو زي ما انتم شايفين كده، باللبن والسكر، هي كوبايه سكر واحده، هي التليفون باين ما صورش معايا، مش عارفه خدتش بالي، حاطه خمس كوبايات ميه وكوبايه سكر بالكوبايه اللي حطيت بيها الميه لما انتم حطيت زودت البطاطا ميه. هنا عبيت الكاستر زي ما انتم شايفين كده على البطاطا، والله العظيم بجد يعني طعمه حكايه 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 ما اقولكوش، ومش مكلف، هو بطاطا الكيلو 5 جنيه وقصة كاستر ب5 جنيه، مش كتير يعني، وربع كيلو لبن، مش حاجات حلوة والله العظيم بجد يعني. ربنا على صلاح الحلين ولكم وللجميع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. وما تنسوش يا جماعة اللي يخش يفعل زر الجرس ويشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ربنا على صلاح الحلين ولكم وللجميع، والغالب هو الله والنصر هو الله ومن غلب. ربنا على صلاح الحلين ولكم وللجميع، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعه.